وفي مثل هذا اليوم من سنة 82 هجرية الموافقة لسنة 98 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات بمكة المكرمة. وتداول الحجاج أخبار غزوات السنة، ففيها غزا القائد عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح الصائفة، فبلغ أفسس مدينة أصحاب الكهف، وفيها هزم الخليفة هارون الرشيد القائد البيزنطي نقفور في هرقليا، فعقد الصلح مع إيرين أثنة إمبراطورة الروم على أن تدفع الجزية لهارون الرشيد. وفي الأندلس شن الأندلسيون غارات بحرية على جزر الباليار التي كانت تحت حماية الإمبراطور شارلمان. وفاة ابنة ملك الخزر. وذكر حجاج أذربيجان خبر وفاة ابنة ملك الخزر خاقان. كان خاقان ملك الخزر قد أرسل ابنته لتزويجها من الأمير الفضل بن يحيى البرمكي، لكنها ماتت في الطريق بمدينة بردعة، فرجع المرافقون لها إلى ملك الخزر وأخبروها أنها قتلت غيلة، فغضب خاقان وبدأ بتجهيز الجيش لغزو بلاد المسلمين. وذكر حجاج الأندلس أخبار تقاتل الأمراء الأمويين فيها. عندما تولى الحكم في الأندلس الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل، نفأ أخويه سليمان وعبد الله إلى إفريقيا، فلما توفي هشام وتولى ابنه عبر سليمان وعبد الله إلى الأندلس وأعلنا العصيان بقيادة سليمان، فسار الحكم إليه بجيش كبير وقاتله، فانهزم سليمان واعتصم بالوعر والجبال، واستمرت المعارك بينهما طيلة هذه السنة. وفاة الطبيب ابن بختيشوع. وذكر حجاج بغداد خبر وفاة الطبيب جبريل بن بختيشوع، كان مشهورا بالتصرف في المداواة، حظيا عند الخلفاء، وأول اتصاله كان بالأمير جعفر بن الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي، بلغ مكانة رفيعة عند هارون الرشيد. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 86 للهجرة الموافقة لسنة 93 ميلادية، وفاة الأمير إبراهيم بن قريش العقيلي. في هذه السنة توفي الأمير إبراهيم بن قريش بن بدران العقيلي أمير بني عقيل وصاحب الموصل، كان في أيام أخيه مسلم بن قريش معتقلا، ولما قتل مسلم سنة 478 هجرية أخرجه بنو عقيل من محبسه وألوه عليهم، أقام في إمارته إلى أن استدعاه السلطان ملك شاه السلجوقي واعتقله عام 482 هجرية، ثم أطلق بعد وفاة ملك شاه فسار إلى الموصل واستردها. نشبت حرب بينه وبين والي الشام تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، فزحف تتش عليه بجموع من الترك، ولقيه إبراهيم بثلاثين ألفا قرب الموصل فأسر وقتل. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 92 هجرية الموافقة لسنة 81 ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المغرب العربي كانت دولة الأشراف الفلاليين، وعليها المولى إسماعيل بن محمد الفلالي، وكانت دولة اليعاربة في عمان، وعليها بالعرب بن سلطان اليعربي. وفي المشرق كانت دولة شاهات إيران في فارس، وعليها صفي الثاني بن عباس الصفوي. دولة أباطرة المغول في الهند، وعليها شاه جيهان التيمور لنكي. دولة الجانيين ما وراء النهر، وعليها سبحان قلي بن نادر محمد الجاني. دولة خانات خيوة ما وراء النهر، وعليها محمد إرنك بن محمد العرب شاهي. ملوك إجة في سومطرة، وعليها زاكية الدين عناية شاه. أما الدولة العثمانية فكان سلطانها محمد الرابع بن إبراهيم الأول العثماني، وكان له ولاة في جميع الأقاليم،
فكان والي مصر عثمان باشا ومقره في القاهرة ومقر الأسطول البحري في مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية. والإسكندرية هي ثاني أكبر مدن جمهورية مصر العربية، أسسها الإسكندر المقدوني فسميت باسمه وجعلها عاصمة للبلاد المصرية بدلاً من منف، وجمع فيها الفلاسفة والعلماء فأصبحت مركز الحضارة الهيلينستية وقاعدة للجيش المقدوني في غزواته عبر البحر المتوسط. تطورت المدينة مع تولي بطلموس الأول الحكم، وشيدت فيها المباني الرائعة بعد انهيار دولة البطالمة الإغريقية عام 30 قبل الميلاد بوفاة كليوباترا حكمها الرومان. وازدادت أهمية المدينة مع دخول المسيحية على يد القديس مرقس الرسول سنة 45 ميلادية. أصبحت الإسكندرية أهم مدينة في الإمبراطورية الرومانية بعد روما. في القرن السابع الميلادي خضعت المدينة لحكم الإمبراطورية الفارسية، ثم استعادها الإمبراطور هرقل وعين بها بطريرك رومانيا يدعى المقوقس. مع فجر الإسلام أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة إلى المقوقس يدعوه إلى الإسلام، فأجاب إجابة حسنة وأرسل له الجارية ماريا القبطية التي أنجبت للنبي ابنه إبراهيم. بعد فتح مصر سنة 20 للهجرة عقد جيش الفتح العربي الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص مع الروم صلحاً، ثم تم تحويل العاصمة من الإسكندرية إلى الفسطاط، مما أفقد الإسكندرية بعضاً من أهميتها. وفي العصر الأموي كانت الإسكندرية تابعة لوالي مصر الذي يعينه الخليفة الأموي، واستمر الأمر كذلك في بداية العصر العباسي. دخل الفاطميون إلى مصر عن طريق الإسكندرية، ثم دخلوا الفسطاط وبنوا مدينة القاهرة. وفي سنة 404 للهجرة أعيد حفر خليج الإسكندرية، وأصبحت المدينة مركزاً للأسطول مع بداية الدولة الأيوبية. قام السلطان صلاح الدين الأيوبي بتحصين المدينة، وتمكن أهلها من هزيمة قوات الفرنجة التي أرسلها ملك صقلية لاحتلالها. ازدهرت المدينة في عهد دولة المماليك البحرية، وأصبحت واحدة من أهم المراكز التجارية والثقافية في العالم الإسلامي. في سنة 1213 هجرية دخلت الحملة الفرنسية مصر عن طريق الإسكندرية، فلقيت مقاومة كبيرة من الأهالي. وفي عهد أسرة محمد علي حظيت الإسكندرية باهتمام كبير. وفي سنة 1299 هجرية احتل الإنجليز مصر، واستمر حكم الخديوات تحت الوصاية البريطانية. في سنة 1952 ميلادية قامت ثورة الضباط الأحرار، وتحولت مصر إلى النظام الجمهوري، وأصبحت الإسكندرية من مدن جمهورية مصر العربية.